بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. شرح الوحدة الأولى للصف الثاني الإعدادي الترم الأول من الكتاب وإجابة كل أسئلة الكتاب، وهنشرح بالتفصيل إن شاء الله الخطوات بتاعة الوحدة هتمشي إزاي. طبعا الكتاب اسمه نيو هلو، طبعا كالعادي English for Preparatory School، مدارس إعدادية، ده الستودنت بوك وكمان الورك بوك. تمام، طيب هنبدأ بقى طبعا 2020-21 اللي هو ايه السنة الجديدة، هنشوف بقى هنشتغل ازاي على كل درس. الدرس الأول طبعا الوحدة اسمها coming home، العودة إلى المنزل. طبعا احنا كنا شرحنا الدرس الأول والتاني بس هنشوفهم من الكتاب شكلهم ازاي. بيقول find these activities، كلمة activities دي يعني أنشطة، فهو بيقول لي اوجد لي هذه الأنشطة into the photos اللي في الصور، يعني which do you after never do، ايه اللي انت بتعمله غالبا وايه اللي انت ما بتعملوش خالص. اول حاجة have lunch at school، يعني ايه have lunch at school؟ يعني يتناول الغداء في المدرسة، يعني ياخد الغداء في المدرسة دي اللي هي ايه اللي هي اول واحدة. تمام، التانية بقى مثلا بيقول لي do sports، do sports يعني يعمل رياضة. تمام، يقوم بممارسة رياضة، أو نقول على طول يمارس رياضة، دو سبورتس يمارس رياضة. تمام، طيب هيلب تو ميك دينر، هيلب تو ميك دينر يعني يساعد في تجهيز العشاء، يساعد في تجهيز العشاء. تمام، طيب هنا بقى listen to music سهلة دي ومعروفة، يستمع إلى الموسيقى. طيب هنا بقى read on the sofa، صوفة اللي هي الكنبة، يقرأ على الكنبة. تمام، الأخيرة بقى text friends، يرسل أو يراسل الأصدقاء، يراسل الأصدقاء، يبعت لهم رسائل بقى إيه ميلاد كده يعني. تمام، دول الست حاجات. لما نيجي نشوفهم على الصور بقى، احنا ترجمناهم وهو عشان نحفظهم. أول حاجة have lunch at school، الصورة نمبر 2، يعني مثلا نيجي على دي كده ونكتب 2 مثلا. تمام، طيب دو سبورتس، فين اللي بيمارس رياضه؟ على طول اللي بعديها اللي هي 3. تمام، طيب هيلب تو ميك دينر، بيساعد في تجهيز الاكل، اهو الصوره نمبر 1 صح، يبقى هنيجي هنا مثلا ونكتب 1. طيب ريد اون ذا صوفا، يقرا على الكنبه، اللي بيقرا على الكنبه ده اللي تحت هنا هو ده اللي بيقرا الوحيد. تمام، يبقى هي دي. تمام، يبقى هنيجي هنا مثلا ونقول دي الصوره نمبر كام؟ نمبر 6 يعني. بعدين تكست فريندز او ليسن تو ميوزك، بقى واضحه ان هي الصوره رقم 5 اللي بيستمع الى الموسيقى. تمام، تكست فريندز البت دي رقم 4 هي اللي بتراسل الايه الاصدقاء. تمام، طيب تحت بقى مريم تتكلم عن نفسها، بتقول انا مريم، ادي له روتين، الروتين بتاعي از ذا سيم افري سكول داي، زي طبعا روتين خدناها في سنة أولى، هي نفس الروتين بتاع كل يوم بتاع الواد البنت اللي هي أكايو اللي كانت من كينيا دي. I always get up at 6:30، بتصحى الساعة 6:30 في الصباح. My mom always makes me breakfast، ماما بتجهز لي الفطار، خلي بالكم عشان نحل عليها، يبقى هي بتصحى 6:30 في الصباح، مامتها دايما makes her breakfast، بتجهز لها الفطار، بتروح للسكول بالباص، خلي بالكم خلي بالكم المعلومات، مع صاحبتها دينا. sometimes بيستمعوا للموسيقى وهم رايحين المدرسة. my parents والدي work at the hospital، أبوها وما شغالين في المستشفى. they get home late، بيرجعوا البيت متأخر. so عشان كده I often help to make dinner، بساعدهم ان انا بجهز العشاء. بعدين in the evening، في المساء I do my homework، بتعمل الواجب. read on the sofa، بتقرأ على الكنبة. watch tv، بتفرج على التلفزيون، وتراسل الأصدقاء. بعد كده تروح ايه؟ تروح تنام. تمام؟ read about مريم، اقرا عن مريم. how does she get to school، ازاي بتروح المدرسه؟ طبعا احنا ممكن نقول له، هنجاوب بالمضارع البسيط ونقول له مثلا she هي gets، يعني عايز اقول بتروح المدرسه، gets to school، هي بتروح السكول by bus. هو مش طالب اجابه يعني، بس احنا حبينا ايه عشان هو بيقول لي اقرا عن مريم وعرف لي ازاي بتروح الباص المدرسة، فطبعا باي باي. طيب اقرا عن مريم تاني و ار ذيس سنت، هل الجمل دي صح ولا غلط عن مريم؟ اول حاجه ويقول لي صحح الغلط.
مريم does the same things every day week. week دي يعني اسبوع، فبيقول لي هي بتعمل حاجات اسبوعيا. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لانها بتعمل حاجات school every school day، يوميا يعني كل يوم وليس كل ايه اسبوع، لان كلمة روتين حاجة بتعملها يوميا. طيب مريم cooks breakfast before school. مريم بتطبخ الفطار قبل المدرسة. طيب الجملة طبعا غلط. غلط ليه؟ لان مريم اصلا مش هي اللي بتطبخ الفطار، بمامتها اللي بتطبخ الفطار. فعشان كده هنعمل فولس الاف يعني اللي هي فولس دي، وبعدين نقول له ايه، نقول له مام او مريمز مام، مامة مريم هي اللي ايه كوكس بريك فاست، مامة مريم هي اللي بتطبخ الفطار. تمام. اللي بعديها بيقول لي مريم sometimes احيانا تستمع الى الموسيقى on the way to school، في طريقها للمدرسة. ده صح ولا غلط؟ طبعا ده ترو. ترو يعني صح. ليه؟ لان هي بتستمع هي وزميلها للموسيقى، وهي قالت كده فعلا. يعني مثلا لو بصينا على الصورة اهو هنلاقي مريم قالت ايه sometimes احيانا we listen، اما نستمع للموسيقى. امتى بقى؟ اهو وانا في الباص with my friend دينا، وهي مع صاحبتها ايه دينا. يبقى الجملة دي ترو. طيب مريم always makes dinner for her parents، اما تجهز لهم العشاء. الجملة دي اف يعني فولس. ليه؟ عشان هي هيلب، اما تساعد مش بتجهز تجهيز كامل. تعالوا نشوف كده اهو قالت ايه بقى. I often help to make dinner. often help to make dinner. يبقى هنقول بقى ايه، هنقول لما نيجي نقول جملة كاملة نقول she نفس الجملة بالظبط. often هي غالبا helps to make dinner، هي بتساعد في طهي او تجهيز الايه العشاء. طيب مريم often watches tv in bed. often غالبا بتشاهد التلفزيون في البيت. تعال نشوف هي قالت ايه. طبعا هي قالت ايه هنا بقى. then I go to bed. قالت بتقرأ on the sofa، بعدين watch tv and text to my friends then I go to bed. هنقول عليها false برضو علشان هي ايه، علشان هي قالت انا بشاهد التيفي وبقعد على الكنبة وبعمل الواجب. هوريكم دلوقتي. قالت مثلا in the evening اهو I do my homework، بعمل الواجب. وريد on the sofa، واقعد على الكنبة. watch television وtext my friends، وفي الاخر بقى بروح ايه على السرير. بقى الحاجات دي ما كانتش على ايه، على السرير. تمام. طب تصحيحها ممكن نقول on the sofa، على الكنبة. تمام. طيب نيجي بقى للتمرين التاني. بيقول لي هنا هو هتستخدم عملت وما عملتش. مريم عاوز يعلمني النفي، عاوز يعلمني النفي بتاع المضارع الايه، المضارع البسيط. هنا بقى هو عاوز يعلمني صيغه المضارع البسيط. المضارع البسيط تعرف لي ان ضمائر المفرد اللي هي هي وشي وات بتاخد الفعل زائد اس. انت عارف ان ورك يعمل، فانا لو قلت اي يبقى اي ورك، وي ورك، يو ورك، زي ورك، يعني نحن نعمل، انا اعمل، انت تعمل. لكن لو قلت هو يعمل بقى تبقى هي وركس، شي وركس، ات وركس، يعني انت بتزود حرف الايه، حرف الاس ده. تمام. طيب لما تيجي تنفي بقى، عايز اقول انا لا اعمل، قال لي برضو هما الثلاثه بعينهم اللي هما هي وشي وات دول بياخدوا doesn't. عايز اقول doesn't work يعني لا يعمل. لكن لما اقول اي يبقى don't، يبقى هو عاوز يعرفني. لما اجي انفي الجمع انفيه بdon't، ولما اجي انفي المفرد انفيه بdoesn't. تمام. بعد كده لما اجي اعمل سؤال ابدا الكلام بدو لو جمع، وابدا بdoes لو مفرد. at 7 o'clock she not up at 6:30. هو بيقول هي ما بتصحاش 7 ولكن بتصحى 6:30. فهو هنا عاوز يستخدم الفعل اللي يتمشى مع الجملة اللي هو gets. ليه؟ علشان شي مفرد تزود s. طيب مريم نقط make breakfast her mom always نقط it. حلو قوي. يبقى عايز يقول لي مريم، عايز اقول لي ما بتعملش الفطار. يبقى مريم مفرد، يبقى لما اجي اقول لا يبقى هقول doesn't اللي هي ايه، اللي هي لا تفعل. تمام. صغيرها شوية عشان تدخل وسط الايه، وسط الكتابات دي. تمام.
doesn't، يبقى هكتب doesn't هنا. مريم doesn't make breakfast، مامتها بقى makes it، مش الأم مفرد، يبقى إذا هزود اس بقى makes it. تمام. her parents not at school، أبوها وأمها ما بيشتغلوش في المدرسة. البيرانتس دي جمع، تمام؟ يبقى هقول don't work، لا يعملون. don't work at school، لا يعملوا فين؟ في المدرسة. زي نقط at hospital، برضو زي جمع تبقى work، تمام؟ الله أكبر الله أعظم. زي work at hospital، يعملوا فين؟ في المستشفى. طيب بعدين هنقول زي نقط home early، زي نقط هوم ليت. نفس الموضوع، هناخد فعل منفي هنا، يعني نقول مثلا don't مثلا arrive، ما بيوصلوش early. they arrive home late، يعني ينفع arrive، ينفع get to، ينفع come، اي حاجة منهم يعني. تمام. طيب بعدين هنا بقى بيقول لي جاوب الاسئلة دي. هل مريم تسمع الموسيقى في الباص؟ Yes she does. طب هل والديها make dinner؟ هنقول yes they do. Yes they do، وهي بتساعدهم. هو عاوز يخلينا نطبق، يعني لما الإجابة ايه؟ does. Yes she does. Do. Yes they do. فهمتوا المغزى من السؤال؟ طب هل مريم text her friends before she goes to bed؟ Yes she does، لان هي فعلا بتراسل اصدقائها قبل ما بتروح تنام. هو عاوز يدربني هنا على ايه؟ هل فلان بيعمل كذا؟ نعم يفعل، نعم لا يفعل، وهكذا. لو قلت نو بقى هيبقى نو شي دازنت. طيب داز مريم دو ذا سيم افري سكول داي؟ نفس الموضوع، يبقى يس شي داز. تمام. طيب لو قلت نو بقى هقول نو شي doesn't. No she doesn't. يبقى هو عاوز يخليني اطبق. لو انا سألني حد بداز فلان اقول له yes she does. No she doesn't، على حسب ولد ولا ايه ولا بنت. تمام. التمرين اللي بعد كده بيقول لي write two true sentence، اكتب جملتين صح هو ايه، جاوبهم لي هنا. وبيقول لي حاول تفتكر درس اولى اعدادي ده always، اللي هي كان فيها خمس نقاط، الحاجات اللي بتعملها دايما طول ايام الاسبوع. اما usually الحاجة اللي بتعملها اربع مرات بس في الاسبوع. often غالبا الحاجة اللي بتعملها ثلاث مرات في الأسبوع. sometimes أحيانا ما بين اثنين وثلاثة يعني، أو اثنين واثنين ونص، حاجة بتعملها كده يعني. never بقى دي اللي هي إيه؟ اللي هي ما بتعملهاش خالص في الأسبوع، فبتقول عليها أنا I never، عمري ما بعمل كذا. الدرس الثاني عبارة عن قطعة، يعني قطعة وأنت هتحل عليها، بيدربك على سؤال القطعة. فبيقول لي my best friend's family، صديقة العيلة المفضلة. فبتقول هاي ايفري وان، اهلا بكم جميعا. تودايز انترفيو، انترفيو يعني مقابله شخصيه، فهي كانتها هتعمل ايه؟ مقابله شخصيه قدامنا. تمام. اكتب عربي مقابله شخصيه. انترفيو ويز ماي بيست فريند شريفه، مع صاحبتي شريفه واسرتها. هير از ا فوتو، في صوره لينا. شريفه از اون ذا رايت، شريفه فين؟ على اليمين. طيب هنا بقى بيقول لي how many people are in your family. شريفة أول سؤال سألتها how many people، كم عدد أفراد أسرتك؟ أسرتك عددهم كام؟ قالت there are five people. five people يبقى كام؟ خمسة. احسبهم لنا يا حاجة شريفة. قالت mom و dad، ماما وبابا دي اتنين. and my two brothers، واتنين، يبقى ماما وبابا اتنين واخواتها اتنين وهي الخمسة. طيب when do you get up؟ when do you get up؟ متى تستيقظي؟ امتى بتصحي يا حاجة؟ طبعا قالت I usually get up at 6:30، نفس الميعاد يعني 6:30. and help mom، وساعد ماما. make breakfast، خلي بالكم منها عشان هنحل، يبقى make ساعد ماما، help ماما. make breakfast، وبتعمل الفطار. my brothers help too، اخواتي برضو بيساعدوا. تمام. My dad starts work very early، باباها بيبدأ الشغل بدري قوي. So he leaves home before we get up، بيسيب البيت قبل ما نصحى. That is why he doesn't have breakfast، that is why دي معناها لهذا السبب، لهذا السبب ما بيفطرش معانا. He eats when he gets to، هو بياكل لما gets to work، لما يوصل للعمل. I walk to school، walk يمشي، بتمشي للمدرسة. with my brothers مع اخواتها. تمام. قالت لها do you like to study؟
يعني بتحب تذاكري؟ هل تحبين المذاكرة؟ تمام. قالت ايه بقى؟ yes I do. لما السؤال بدو yes I do my favorite subject is English، يبقى المادة المفضلة بتاعتها ايه؟ الانجليش. تمام. what do you do in the evening؟ بتعملي ايه في المساء؟ ماذا تفعلي في المساء؟ ماذا تفعلي في المساء؟ بتعملي ايه في المساء؟ قالت I often listen to music، غالبا يعني بسمع الموسيقى. My dad and I sometimes play chess، احيانا بلعب انا وبابا شطرنج. I always watch TV، دايما بشاهد التلفزيون. And my mom usually reads، وماما بتقرا. تمام؟ طيب عرفنا المعلومات والاسئله. لما نيجي بقى نشتغل عليها حل. بيقول لي اول سؤال Who does شريفه live with؟ عايشه مع مين؟ قال لي عايشه مع والديها واثنين اخواتها، اربعه وهي الخمسه. Where does شريفه's dad eat breakfast؟ فين باباها بياكل الفطار؟ طبعا at work، بيفطر في الشغل. بيفطر فين؟ في الشغل. ليه بيفطر في الشغل؟ عشان هو بيقوم بدري بقى، صح؟ بيقوم بدري قبلهم وبيمشي قبل ما هم يصحوا. How do شريفه and her brothers get to school؟ ازاي هي واخواتها بيروحوا المدرسه؟ هنقول له they walk، هم بيمشوا. ليه؟ لان هي زي جمع، فاتخدنا الفعل في المصدر walk. What is شريفه's favorite subject؟ ايه الماده المفضله بتاعت شريفه؟ طبعا الانجليش، هي بتحب الانجليزي. تمام. طيب how often does she listen to music؟ كم مره بتستمع للموسيقى؟ هي قالت ايه بقى على الموسيقى؟ قالت I often، يعني غالبا. طبعا يبقى هنقول she often listens to music. حطيت اس عشان هي مفرد ونسيت التي. ها listens، احيانا بتستمع للايه؟ للموسيقى. طب what do شريفه and her father او her dad do in the evenings؟ بيعملوا ايه في اوقات المساء؟ هنقول له they sometimes، يعني مش كتير بقى، sometimes احيانا بلاي، بيلعبوا تشيس اللي هو الايه؟ الشطرنج. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي اسال صاحبك، انت وصاحبك كده اسالوا بعض. How is شريفه's family the same or different of yours؟ هل انت اسرتك زي اسره شريفه؟ يعني انتوا خمسه فعلا؟ طبعا هتقول له لا، مثلا we are seven we are four وهكذا. Is it important to do something different at the weekend؟ هل مهم انك تعمل حاجه في نهايه الاسبوع؟ اقول له yes. ليه بقى؟ مثلا to enjoy my time، to enjoy my holiday، to enjoy my weekend، يعني عشان استمتع بالاجازه. يبقى ممكن اقول له to enjoy my، to enjoy، enjoy يعني يستمتع، to enjoy my weekend عشان استمتع بالايه؟ بالاجازه. بعدين اخر سؤال بقى بيقول له ايه؟ بيقول له what do دو، بتعمل ايه في الويكند؟ اي حاجه بقى، شوف انت بتعمل ايه. انا مثلا هقول له I مثلا visit، I visit my، بزور my، واجيب اي حد من الاسره بقى، مثلا parents my grand parents، اجدادي، اي حاجه. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ complete the question، كمل الاسئله دي، كمل الاسئله باستخدام اداه مباشره. هو عاوز يعرفني اداه الاستفهام. فبيقول لي what do you do in your free time؟ طبعا what لازم احفظ بقى ادوات الاستفهام لانها مهمه جدا. ماذا، ماذا بتعمل ايه بقى؟ ماذا تفعل في وقت الفري تايم؟ فري تايم اللي هو وقت الايه؟ اللي هو وقت الفراغ. وقت الفراغ انت بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ طبعا شوف بقى هتعمل ايه بوقت الفراغ. ممكن اقول له اي حاجه من اللي قالتهم البيت، بلعب شطرنج، مش عارف ايه، اي حاجه يعني. تمام. طيب فهو هنا جاوب قال I usually read a book، بقرأ كتاب. هنا نقط do you live، الفعل live يعني ايه؟ يعيش. طالما يعيش يبقى هقول له ماذا تعيش؟ ولا متى تعيش؟ ولا هقول له أين تعيش؟ صح؟ هسأله بأين؟ where do you live؟ أين تعيش؟ طبعا لما يجي يجاوب هيقول مثلا I live in، ويقول المكان بقى. والله محوله انجليزي. I live in، ويقول الايه؟ المكان. هنا بقى do you live with، with دي معناها ايه؟ معناها مع. يبقى live معناها with، معناها ايه؟ مع. فطالما مع بقى يبقى انا هسأله بايه؟ بحاجة اسمها هو. معناها ايه هو دي؟
معناها من للعاقل، معناها من، عشان اقول له بتعيش مع مين، عشان اقول له ايه بتعيش مع مين. تمام، يبقى هقول له من، مع من بتعيش، وقلنا وير اللي فوقيها دي معناها اين. تمام، طيب طبعا لما تيجي تجاوب بقى هتقول له I live with، المرة دي with بقى I live with، وتقول له مثلا ايه I live with family، بعيش مع الاسرة، مع بابا، مع اخويا، مع اي حاجة بقى. تمام، طيب نقط do you get up، get up يعني ايه؟ تستيقظ. يبقى طبيعي هسألك متى تستيقظ، متى تطلع ايه، متى بقى، متى اللي هي when، متى تستيقظ. طبعا هتقول لي at وساعة، ممكن نقول له at ونجيب له بقى ايه مثلا 6:30، 6:30 زي العيال دول. تمام، طيب نقط do you go to school، نقط do you go to school بقى يبقى هو عاوز يسألني بايه، how، كيف، وتبقى الاجابة مثلا I، زي البنت ما قالت مثلا I always، على أساس المدرسة قريبة من بيتك، I always walk to school، وينفع رايح نفسي واقول ايه I go to by bus، بروح بالباص، بروح بأي حاجة يعني. تمام، يبقى هو عاوزك تركز على ايه في التمرين ده، عاوزك تركز على أدوات الاستفهام، what، ماذا، where، أين، who، من، when، متى، how، ازاي، او كيف، كيف تذهب الى المدرسة. تمام، طيب اشتغل انت وصاحبك بقى واسألوا بعض بقى امتى بتروح بنفس الطريقة يعني، وهو يجاوب بنفس الاجابات. الصفحة دي بقى اللي هي بقى الدرس التاني، صفحة تقريبا 5، بيقول لي وصل الجمل الاسئلة دي باجابتها تحت. تمام، فاول سؤال بيقول لي what do you do، بتعمل ايه، بتعمل ايه عادة في الويكند، يبقى ماذا تفعل في الويكند، بتعمل ايه في اجازة الاسبوع او نهاية الاسبوع، بتعمل ايه في اجازة نهاية الاسبوع. طبعا لما اجي اجاوب هدور انا بقى اشوف انا بعمل ايه في اجازة نهاية الاسبوع، يا ترى 5، ايه اللي 5 ده، طب يس ما تنفعش على سؤال بقى ده استفهام. طب احيانا بروح ازور اصحابي وبلعب فيديو جيمز، ايوه يبقى هي دي، يبقى دي نمبر ايه، نمبر اي، يبقى احنا هنكتب هنا اي. تمام، طيب التانية بقى what time، what time do you go to bed at the weekend، what time يعني ما الوقت، فانا هقول له متى ايه بقى، متى تنام، متى تنام، بتنام امتى، متى تنام في الويكند في اجازه الاسبوع. ادور انا اشوف ميعاد هنا بقى، مش دي متى تسال عن الوقت، والتايم دي زي متى، ادور على ميعاد بقى هنا، يس 5، لا دي مش الساعه 5، اخر واحده اهو، اخر واحده هعملها نمبر بي علشان ايه، بيقول لي حوالي الساعه 10. تمام، طيب رقم سي دو، دو في اول الكلام دي معناها هل، ولازم تكون اجابتها يس او نو، هل بتحب كره القدم، فطبعا على طول يبقى دي واضحه، هتبقى دي سي علشان هو بيقول له يس ايوه وبحب العبها عشان هي كويسه كده. قاعده دي بقى بيقول له ايه، هاو ميني، هاو ميني معناها ايه بقى، هاو ميني معناها كم العدد، كم عدد الافراد في اسرتك. طبعا اجابه هاو ميني اللي هي كم العدد، 5، قال له 5 هم بابا وماما وجدتي وانا واختي، يبقى كده 5، يبقى هنا هنحط دي. تمام، يبقى برده بيطبق على ادوات الاستفهام. هنا بقى بيقول لي work in pairs، اعمل في مجموعات برضو، choose a topic، اختار لك موضوع من اللي تحت دول، and ask yes or no question، تمام، اسأل اسئلة عنه يعني، when your parents answers yes think of another question ask about the topic. تمام، في الاول books and tv يعني كتب، يبقى اقول له read books واقول له watch ايه tv، family hobbies and interests هوايات، و اسالهم عن دي يعني سكول سبجكتس المواد، سبورتس عاوزك تشتغل انت وزمايلك. فهنا بيقول لي ايه، هتساله بالطريقه دي دو يو هاف اني براذرز اور سيسترز، لما امسك انا ايه، لما امسك دي مثلا دو يو هاف اني براذرز اور سيسترز، طبعا هقول له ايه يس اي دو اي هاف وان براذرز، نعم عندي اخ واحد، نعم عندي ايه اخ واحد. طيب هنا بقى هو از اولدر، يو اور يور براذر، انت ولا اخوك، يبقى انت هتجيب من السؤال سؤال. تمام، طيب مثلا بوكس مثلا
لو ولا واتش تي في، خلينا في ولا ريد بوكس ماشي. هقول له ايه بقى؟ هسأله واقول له do you read books، هل بتقرا كتب؟ do you read books، هل هتقرا كتب؟ طبعا هو ممكن يقول لي ايه الاجابه؟ yes I do، نعم بقرا. فطالما هو جاوب بدي بقى زميلي اللي هعمل معاه حوار في الفصل، تمام؟ هروح انا اساله سؤال تاني بقى، تمام؟ هقول له ايه مثلا؟ ممكن اقول له when do you read، متى تقرا، انت بتقرا امتى، تمام؟ يجي يجاوبني هو بقى ويقول لي مثلا ايه at 7 o'clock، او ممكن يقول لي at night يعني بالليل، تمام؟ او before bed قبل النوم. فانت بتختار براحتك بقى الحاجه وايه بتجاوب عليها وهكذا، تمام؟ تي واتش تي في نفس الطريقه، ممكن اقول له وير، تمام؟ بهوايتك بتمارس ايه، ما هي الهوايه المفضله، تمام؟ وهكذا وهكذا، تمام؟ يعني موضوع سهل. تحت هنا بقى بيقول لي ريمبر، افتكر، يس اور نو كويستشن يوجوال بيجنز ويز هيلبنج فيرب، دو او داز، اللي هم دول. بصوا كده معايا وركزوا، هنا بقى دو، دو اهو، دو اللي هي ايه؟ هل في اول الكلام. Do I work؟ هل أنا أعمل؟ Do we؟ هل نحن؟ Do you؟ هل أنت؟ Do they؟ هل هم؟ طيب ولو جيت سألت بضز بقى، لو جيت سألت بضز بقى دي يبقى إيه بقى؟ يبقى دي بتاعت المفرد، يبقى دي بتاعت المفرد. Does he work؟ Does she work؟ Does it work؟ وهكذا. وطبعا تبقى الإجابة يس أو نوع على حسب إيه؟ على حسب اللي أنت هتختاره. يعني لو مثلا هو بيعمل هقول ايه؟ Yes he does. طيب لو قلت مثلا we يبقى هقول Yes we do، على حسب اللي سألني بيه. من سألني بدو هجاوب بدو، وان سألني بنو هجاوب بنو، تمام؟ الدرس الثالث بيتكلم عن Life is around the world، حياة ناس حول العالم. كالعادة بناخد طفل مثلا من مدرسة تانية او من بلد تانية وبنعرف هو عايش ازاي. فهنقرأ عن البنت دي، هما بيسألوها اسئلة، بيقولولها اخبرينا عن حياتك، ايه هواياتك واهتماماتك، ايه بقى نوع الحياة او نوع اليوم بتاعك في الحياة، بتعيش ازاي، وايه الوظيفة اللي بتأديها في البيت بتاعك. فالبنت بدأت تعرفنا بنفسها، بتقول My name is Shahana، اسمي كده. I am from India، من الهند بقى. I live in a village، أنا عايشة في قرية. With my parents، مع آبائي. My brother and my sister، يبقى كم واحد كده؟ خمسة. أبوها وأمها اتنين، وأخوها وأختها أربعة، وهي الخمسة، تمام؟ I share، كلمة share دي يعني يشارك، يشارك يعني أنا بشارك روم، روم اللي هي حجرة. فحتى احنا نيجي على الفيسبوك ونقول لك ايه شير شير، نقول لك اعمل الفيديو ده شير الفيديو على اصحابك، يعني ايه شاركوا معاهم. فهي بتقول انا بشارك الاوضه مع اختي، تمام، with my sister. We all get up early، كلنا بنصحى بدري. There is an outside tap، tap يعني صنبور، صنبور اللي هو الحنفيه، يعني في حنفيه. At the end of the street، حلوه قوي at the end دي، معناها في نهايه، كانت في المنهج القديم. في حنفية في نهاية الشارع. Where we live، where هنا بقى حيث، اللي هي معناها أين، ولسه شرحينها، جاي هنا بمعنى حيث نعيش، يعني في الشارع اللي بنعيش فيه. My mom، ماما بقى gets water، تحصل على المية. From the tap، من الحنفية. Every morning، كل صباح. Then we all have breakfast، انتوا متخيلين؟ يعني دي ناس فقر قوي، من مية فيش مية في البيت، فبتروح تجيب مية من الحنفية اللي في الشارع كده يعني، تمام؟ فهي عايشة في الأرياف، في قرية أصلا. قالت بعدين بنفطر، شوفوا الفطار بقى. We have bread، bread اللي هو إيه؟ خبز، بنفطر. عيش. And a cup of tea، كوباية شاي. My dad works in a shop، بابا شغال فين؟ في محل. I have two jobs، job يعني وظيفة. فهي بتقول أنا عندي إيه؟ وظيفتين بعملهم في البيت. When I get home، وين هنا؟ عندما، وسط الكلام هي واخدناها متى، لكن وسط الكلام ايه؟ عندما. فبتقول انا بأدي وظيفتين عندما اصل المنزل بعد المدرسه. ايه بقى الوظيفه الاولى؟ feed the chickens، دي ناس ايه؟ دي ناس حلوين قوي، بتطعم
الكتاكيت، بتوكل الكتاكيت الصغيره. Then I help my mom، بعدين بساعد ماما make dinner، تجهز العشاء. After dinner، بعد العشاء بقى do homework، اعمل واجبي. Sometimes احيانا help my brother and the sister، كمان بتذاكر لاخواتها، ايه الحلاوه دي، to do their homework too. Then I go to bed، بعد كده بتروح ايه تنام. وده البيت بتاعها اللي انتوا شايفينه عشان تعرفوا ان هم ناس فين، في الارياف. طيب هنا بقى بيقول there are، في كم شخص في الاسره؟ طبعا في خمسه، احنا عارفين ان هم خمسه. طيب شهانه lives ولا doesn't live in the city؟ طبعا هنا هنعمل دايره مثلا على الاجابه الصحيحه، يبقى الحاجه شهانه doesn't live in the city، ما بتعيش في السيتي. ليه ما بتعيش في السيتي؟ علشان هي قالت انا اعيش في فيليج، في قريه. طيب the family، الاسره بتاعتها has ولا doesn't have water in the house؟ طبعا doesn't have، الاسره ما عندهاش ميه في البيت. ليه؟ بيروح يجيبوا ميه من الحنفيه في الشارع. طيب شهانه has ولا have breakfast with her family؟ لا المره دي has بقى، يعني تتناول الفطار مع الاسره، لانها بتفطر مع اسرتها فعلا. طيب she helps her mother feed the chicken ومake dinner، طبعا بتساعد مامتها في ان هي تطعم الكتاكيك ولا تعمل العشاء؟ طبعا تعمل العشاء، لكن هي موضوع الكتاكيت ده بتاكلهم لوحدها. طيب اقرا وجاوب بقى، بيقول لي اقرا الاجابات عن شهندة ولا شهانه دي، وبعدين ايه الاسئله. قال لي عايشه في قريه، يبقى هقول له اين تعيش؟ عايشه في قريه، يبقى السؤال ايه؟ اين تعيش؟ حلو قوي. هنا بقى قال لي she shares a room where her sister، هي تشارك الحجره مع اختها. يبقى انا السؤال هيبقى ايه بقى؟ هقول له مثلا where does she sleep، اين تنام؟ ممكن نسال بحاجه جميله قوي بقى، وهي الاصح ان انا اسال بهو، من بقى؟ who does she share a room with، بتشارك الاوضه مع مين في اخواتها؟ طبعا الاجابه تبقى ايه؟ مع هير، ايه؟ مع هير سيستر، مع اختها. تمام. طيب يعني ده احلى من الاولاني. طيب ممكن بعدين نقول ايه بقى؟ هو هنا بيسالني بيقول لي she has bread with a cup of tea، يبقى انا هقول له بتفطر ايه؟ بتفطر ايه؟ ممكن اقول له what is her breakfast، السهله what is هير بريك فاست، ما فطارها؟ دي السهلة. طب اللي عايزها في الكتاب ايه بقى؟ اللي عايزها في الكتاب ان انا اقول له ايه؟ What does she have for breakfast؟ What does she have for بريكفاست؟ بريكفاست يعني بتتناول ايه على الفطار؟ قال لي بتاخد لها حته عيشه وكوبايه شاي. طيب هي وركس ان شوب، هو يعمل في محل، يبقى انا هسال اين يعمل والدها؟ يبقى وير داز هير، ولا وير داز داد على طول؟ داد ورك، اين يعمل اباها؟ تمام. طبعا الاجابه ان ا شوب. المره دي اعكس بقى، جاوب على الاسئله. وات از شهانز مورنينج روتين؟ روتين اللي هو الروتين بتاعها، بتصحى بدري وبتاخد فطارها. طيب وات جوبز داز شي دو ان ذا هاوس؟ ايه الوظيفتين اللي بتعملهم في البيت؟ قال لي شي فيدز ذا تشيكن، بتأكل الفراخ، and helps، عشان هي مفرد برضو، كله ده بيخلينا نطبق الايه؟ المضارع البسيط، helps mom to make dinner، بتساعد مامتها عشان تجهز العشاء. طيب when does she do her homework؟ امتى بتعمل الواجب بتاعها؟ طبعا at night، بالليل. تمام. او ممكن اقول له after ايه، زي ما قالها هو هنا، هو قال ان هي بتعمل الواجب اهو، اي دو ماي هوم ورك، اي دو ماي هوم ورك سام تايمز. طب يبقى هنا بقى افتر دينر، يبقى انا لو قلت له افتر دينر يبقى احسن من ات نايت دي، علشان ابقى جاوبت له بنفس الايه، بنفس الحاجه اللي هو قالها، افتر دينر. تمام.
طيب بعدين بيقول لي هنا بقى ايه، هو داز شي سام تايمز هيلب تو دو زير هوم ورك. اه طبعا هنقول له هير براذر، بيقول لي هو بتساعد مين في الواجب، براذر اند سيستر، يعني هتساعد مامتها في الواجب، بتساعد اخوها وايه واختها. تمام، دي كانت كل الاسئله عن مين، عن شهانه. هنا بقى بيقول لي فايند اباوت، اكتشف بقى يعني ابحث عندك في البيت عن انا شخص تاني، هي عايش فين وبيعمل ايه وبيساعد ايه ومش عارف ايه كده، يعني عايزك تبحث على الانترنت. الجزء الثاني من الدرس الثالث بيقول لي اقرا المحادثه دي وجاوب على الاسئله، يعني زي نظام قطعه برضو. المحادثه بين يونس والجد جراند ما، فجراند ما بتقول له هاف يو جوت ا ووتر ميلون، يونس بيقول لها هاف يو جوت ا ووتر ميلون، هو في عندك يا ماما يا جد يا جده بطيخه، يبقى ووتر ميلون يعني ايه زي ما احنا شايفينها في الصوره كده بطيخه. تمام، قالت له يس اي هاف اتس اون ذا تيبل، انها على الطاوله او المنضده او الترابيزه. كان اي هاف سام بليز، طب ممكن ادوقها، اي لايك ووتر ميلون، انا بحب الايه البطيخ. قالت له يس اوف كورس، بالطبع. وي نيد ا نايف، نايف يعني سكين، طب محتاجين سكين نقطعها ولا هناكلها ازاي، تو كات لكي نقطع، يبقى عاوز يعرفني الفعل نيد، نيد اللي هو يحتاج، بياخد بعد منه الفيرب اللي هو الفعل، يعني احنا هنكتب كده نيد، بعد نيد بقى بياخد الايه الفي يعني الفعل، وبعد الفعل بقى بناخد تو، وبعد تو بناخد الانفينيتيف اللي هو المصدر. لازم ابقى عارف القاعده كده، نيد بعدين دي سوري دي اوبجكت اللي هي مفعول، يبقى نيد مفعول تو المصدر، نحتاج كذا لكي نفعل كذا. تمام، طيب شال اي هيلب يو تو كات، قال له ثانك يو يونس بت بي كيرفول، بي كيرفول يعني خلي بالك، خليك حريص، كن حذر، ها خلي بالك، وذ نايف السكينه اوعى تعورك. خلصت المحادثه. هنا بقى بيقول لي ايه، حط خط اندرلاين 3 كويستشنز، ويتش كويستشن ask for ask for something، اسال عن حاجه، suggest doing something، اقترح فعل حاجه، ask us what grandma has، اسال ماما عايزه ايه. هو هنا بقى عاوزنا احط خط تحت الايه، تحت الاسئله، فطبعا طبيعي ان انا هاجي احط له الخط كده. اول سؤال هنا بقى بيقول لي ايه، ask us for something، ask us for something، have you got watermelon، هل لديك، اسال عن حاجه. تمام، كان اي هاف سام، هنا بقى ايه اسك فور سمثينج، يعني ده السؤال الاول، كل بتوع يونس اسئله، ده السؤال الاول وده السؤال الثاني وده السؤال الثالث. طيب اول حاجه بقى سجست اقترح، ده يبقى هي الثالث الاخير دي، لان هنا دي طريقه اقتراح عاوز يعلمها لي، اللي هي شال اي، شال اي، شال اي هيلب يو، اساعدك تقطعيها، فطبعا هنا بقى بيقول لي ايه اقترح تعمل حاجه، يبقى دي هتبقى كام؟ اتنين، هتبقى بايه؟ بالسؤال الأخير، يعني هكتب السؤال الأخير ده في رقم كام؟ اتنين. طيب السؤال ده بقى تلاتة بقى هتبقى بالأول، اللي هو ايه؟ هل عندك بطيخة؟ لما هو بيقول اسألها عندها ايه؟ تمام؟ ask for something بقى اللي هي ايه؟ can I have some، ممكن اخد حتة بليز، يبقى دي هتبقى بالكام؟ بالتانية. تمام؟ طيب يجي هنا بقى complete the text message with can shall or have you got، يبقى هو هنا عاوز يعلمني تلات حاجات. ايه التلات حاجات دول؟ التلات حاجات دول انا بستخدمهم للاقتراح، بستخدمهم للايه؟ للاقتراح. ايه الاقتراح ده برضو احنا مش فاهمينه؟ الاقتراح انك انت تقترح فكرة معينة على حد، يعني انا اقترح عليكم نبقى نكمل فيديو الحصة اللي جاية مثلا يعني، فانتوا ممكن توافقوا وممكن ترفضوا، يبقى الاقتراح ده قابل للرفض او قابل للايه؟ للموافقه. ففي طرق للاقتراح، اول طريقه اللي هو اقترح على جدته ان هو يساعدها، فقال لها شال اي ويجيب بعدها المصدر، يعني الفعل بدون اضافات. تمام؟ ممكن انا جو، ممكن انا بلاي، وهكذا. الطريقه الثانيه بقى نفس الكلام، ممكن اقول ايه؟ كان اي، كان اي، نفس الطريقه. تمام؟ وبرضه بعدها الفعل فين؟ في المصدر.
وممكن يو كان يمكنك، تمام؟ او التالتة بقى اللي هي ايه، هاف يو جوت، هاف يو، هاف يو جوت، هل لديك، تمام؟ طيب يبقى دي ثلاث طرق، اسمها ثلاث طرق للايه، للاقتراح، انك انت بتقترح فكره معينه، تمام؟ هنا بقى بيقول لي هاي امل، ازيك يا امل، هاف يو جوت ذات جيم كولد اودز اند اوت، عندك اللعبه دي اللي اسمها اودز اند اوت؟ قالت له نو اي دونت بلاي ذات جيم، انا بلعبش اللعبه دي دلوقتي، اتس فور يونج تشيلدرن، دي لعبه اطفال ايه، صغيره. طيب هنا بقى نقط، اني اذر تشيلدرنز جيمز، my 6 year old cousin is here and he wants to play a game with me. يبقى هنا هقول لها ايه، في رقم 2 هنحط برضو ايه، have you got، هتبقى برضو have you got، اللي هي ايه، هل لديك any other children's games، عندك لعب اطفال تاني؟ فطبعا قال لها بقى ان ايه، اخويا الصغير، فقالت له يس اي هاف، عندي لعبه دو يو ريمبر، فاكرها اللعبه دي؟ يعني بتقول له اه معايا لعبه. هنا بقى يس اي دو، نقط بورو، يبقى هنا كان بقى على اساس ايه، كان اي بورو، ممكن استلف ذس ايفنينج، هذا المساء، قالت له ماي كازن وود ايه لاف ات، بيحبها. قال لها اوف كورس، نقط اي بلي ات، هيجربها بقى، يبقى ايه دي، يبقى دي شال، شال ممكن اجربها، شال اي بلي ات، ممكن اجربها ايضا. قالت له اتس بيتر، من الافضل ويز 3 بيبل، تلعب بثلاث اشخاص، اند اي ستيل انجوي، وانا بستمتع بيها، اوف كورس يو كان كام. طيب تمام، هنا بقى يبقى كده عرفنا الثلاث طرق بتوع الايه، بتوع الاقتراحات. هنا بيقول له يو وانت تو بلاي، انت عاوز تلعب جيم مع صاحبك، تمام، في الويكند، تيك تيرنز، تتناوب الادوار، تو رايت تيكست، انك تكتب بص بقى، تو اتش اذر مع بعضيكم، متضمن الاسئله بتاعت ايه، شال وكان وهاف يو جود، ستارت لايك ذس، ابدا زي كده، شال وي بلاي ا جيم، طبعا يس او نو، تجاوب بقى بنفس طريقه الايه، الحوار اللي موجوده دي. الدرس الرابع بيتكلم عن قصه جميله جدا، القصه دي بيقول لي وات دو يو ثينك ذا ستوري از جوينج تو بي اباوت، لما بص في الصور كده القصه دي عن ايه، هقول له مثلا بور فاميلي اند ريتش فاميلي، يعني احاول اخمن اي حاجه على الصور. طب هل تعتقد ات هاز هابي اور ساد اندينج، نهايه سعيده ولا نهايه محزنه؟ طبعا انا شايف قاعدين ومرتاحين مثلا، هو يبقى نهايه سعيده مثلا يعني. طيب تعالوا بقى نقرا القصه، بيقول لك قصه اسمها ذا ريل واي تشيلدرن، اطفال السكك الحديديه، اطفال السكك الحديديه. بيقول لي سنه 1000 في التسعينات كده، سنه 1900 يعني، واحده اسمها روبرتا، هير يانجر براذر بيتر، يبقى البنت اسمها روبرتا، واخوها الصغير اسمه بيتر، اند زير ليتل سيستر فيليس، والبنت الصغيره اسمها فيليس، ليف ويز زير بيرنتس، عايشين مع والديهم، عايشين مع ابوهم وامهم، يبقى بنتين وولد عايشين مع امهم، ابوهم وامهم فين؟ ان لندن، في لندن، زي هاف بيج اتراكتيف، كلمه اتراكتيف دي يعني جذاب، عندهم بيت كبير وجذاب، يعني جميل يعني حلو، تمام؟ طيب بيت جميل وجذاب، ويز لارج جاردن، لارج يعني كبير عريق، ماشي، وعندهم حديقه كبيره، جاردن حديقه، وان تيرابل، تيرابل بقى يعني ايه، فظيع، يوم فظيع من الايام حصلت لهم مشكله، يوم فظيع من الايام، تو من، اتنين رجاله كده، تيك، اخدوا زير فازر اواي فروم هوم، اخدوا ابوهم بعيدا عن المنزل، خدوا ابوهم ومشيوا، تمام؟ طيب the children don't know where he is going or why، مش عارفين ابوهم رايح فين ولا ليه ولا ايه اللي حصل، ليه طيب واخدينه. المهم the children move from the city، move يعني ينتقل، الاولاد ما قدروش يقعدوا من غير باباهم، فبداوا ينتقلوا من المدينه مع مامتهم to a small house، لبيت صغير جنب الريال واي. ايه الريال واي بقى دي؟ ريال واي سكه حديد، ريال واي سكه ايه؟ حديد. الاسره ار بور، خلاص بقى سابوا البيت اللي كانوا فيه اغنياء ودلوقتي هم ايه؟ بور، فقراء. اند لايف از فيري ديفرنت، والحياه مختلفه فور ذيم بالنسبه لهم. الاطفال هاف لوتس اوف ادفنشر، فاكرين ادفنشر بتاعت هايدي؟ قصه هايدي في الاعدادي،
ادفنشر مغامرات، الاطفال عندهم مغامرات. نير ذا ريل واي، جنب السكه الحديد. ذا كايند مان، رجل طيب كده عجوز يعني، ان اولد كايند مان، رجل طيب عجوز. هو ترافلز اون ذا ترين، كان بيسافر في القطار. افري داي، كل يوم كان بيشوف العيال دول. بيكمز هيزير فريند، اصبح صديق ليهم. ذا اولد مان هيلبز ذا فاميلي، الراجل العجوز ده بدا يقول لهم ايه حكايتكم مش عارف ايه، المهم بدا ايه يساعدهم تمام بطرق كتيره. هي هيلبز ذير فازر، لما عرف ان هم خدوا ابوه دور عليه طبعا ولقاه بدا يساعده برده. بيكوز ذير فازر ان بريزون، يعني ايه بريزون بقى؟ في السجن. باباهم كان فين؟ في السجن. فور سمثينج هي ديد، لحاجه هو ما عملهاش يعني بريء. في النهايه ذير فازر كامز هوم، ابوهم رجع البيت بقى، والاسره كانت سو هابي، سعيده جدا ان هم بقوا توجذر اجين، ان هم رجعوا لبعضهم تاني. يبقى النهايه كانت سعيده. هنا بقى عاوزني اوصل، بيقول لي في البدايه الاطفال كانوا عايشين فين؟ وصلها لي باف اللي هي ذا سيتي، كانوا عايشين فين؟ في المدينه. طيب ذير فيرست هوم، البيت الاول، البيت الاول كان ايه؟ طبعا دي هنوصلها بسي. ليه؟ لان البيت الاول كان كبير وفي حديقه. طيب بعدين انتقلوا الى، هوصلها باي لانهم انتقلوا الى ايه؟ الى بيت بسيط وصغير. طيب نير زير نيو هوم، جنب البيت الجديد، في ايه؟ في بي اللي هي ريال واي لاين، خط سكه حديد. طيب واحد من اصحابهم كان ايه؟ كان كايند اولد مان، راجل عجوز. يبقى هنوصلها بدي، كايند اولد مان، راجل ايه؟ عجوز. طيب ذا تشيلدرن ار فيري هابي، الاطفال سعداء جدا. وين زي سي، لما شافوا ايه بقى؟ طبعا بايه الاولى؟ لما شافوا فازر، لما شافوا ابوهم مره اخرى. تمام. طيب هنكمل بقى. بيقول لي هنا بقى ايه مكان الناس بتروحوا، وبتروح الناس اللي عاملين حاجه غلط. المكان اللي الناس بتعمل حاجه غلط بتروحه هو الايه؟ السجن. تمام. طيب روت، طريق القطر بيسافر فيه. يبقى ده ايه الطريق اللي القطر بيسافر فيه ده؟ طبعا الريال واي، اللي هو طريق السكه الايه؟ الحديد، طريق السكه الحديد. طب بيبول ويزاوت انف ماني، الناس اللي هي معهاش فلوس، تبقى ناس ايه؟ تبقى ناس بور، بور يعني فقير. بيوتيفول بقى، عايز كلمه تساوي بيوتيفول، طبعا كلمه اتراكتيف، اتراكتيف اللي هي جذاب اللي احنا خدناها فوق. فيري بيج، حاجه كبيره. كلمه لارج اللي احنا كتبنا عليها ايه؟ كبير. طب كلمه فيري باد، سيء. ابص كده افتكر معاكم فين فيري باد بقى دي. فيري باد تطلع كلمه ايه في اللي احنا قريناه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هتبقى كلمه تيرابل اللي هي فظيع، هي اللي فيري ايه؟ فيري باد. وهي دي كانت القصه بتاعه الدرس الرابع. الدرس 5 بيقول لي ويتش بيدروم، انهي اوضه تنتمي الى وان اوف ذا تشيلدرن ان ذا ريل واي تشيلدرن، تنتمي ليهم يعني، ولماذا؟ وات دو يو لايك اباوت ايتش روم، انت بتحبيت ايه عن الاوضه دي والاوضه دي؟ عايزك تشوف الفرق بينهم يعني. ويتش روم دو يو لايك بيست، واي، بتحب انهي فيهم الاحلى؟ الاحمر الحمراء ولا الزرقاء؟ وليه بقى؟ التنظيم بتاعها، دي فيها كنبه، دي فيها كرسي، دي فيها مرايه، دي ما فيهاش كده يعني، حاجات زي كده. تمام. طيب اهم حاجه في الموضوع ان احنا نعرف اسماء الحاجات دي. ارم شير اللي هو كرسي بذراع اللي احنا شايفينه ده، اللي هو رقم 5، هو ده الارم تشير. باسين اللي هو الحوض بتاع اللي هو زي ده يعني، حوض الاستحمام. بوك شيلف، بوك شيلف بقى اللي هي المكتبه اللي هي دي، هو مجاوبها لي يعني، عاوزني اكتب انا الاسماء هنا. بعدين كاربت، كاربت اللي هي السجاده، السجاده طبعا اللي هي على الارض هنا دي، الموجوده تحت هنا في رقم 10، السجاده ما هي مكانها في الارض. هو اهم حاجه تجيب معاها كلمه فلور، عشان لما احل مثلا في الامتحانات لما يقول لي حاجه بتتحط على الفلور، يبقى الحاجه اللي بتتحط على الفلور هي الايه؟ هي السجاده. تمام. في فرق بينها وبين ايه بقى؟ وبين الستاره، عشان الستاره بتتحط على الشباك. تمام. طيب بعدين جايب لي بقى ايه؟ شيست اوف دراورز، اللي هو زي اللي هو زي احنا بنقول عليه الكوميدينو عندنا، اللي هو يعني ايه؟ درج فيه ارفف.
تمام، وغالبا هو ده اللي تحت اللمبة ده، اللي هو يعني يبقى رقم 3 اللي هو ده. بعدين كيرتينز اللي هي الستارة، وطبعا الستاير معروفة اللي بتتحط على الويندو اللي احنا قلنا عليها. لامب اللي هي اللمبة دي هنلاقيها في الأوضة اللي تحت اللي هو هنا، مشاور لي عليها هو مطلع منها خط، تمام. بعدين ميرور المرآة دي في اللي فوق رقم 2، هي دي الميرور، تمام. صوفة الكنبة واضحة اللي هي رقم 9. ووردروب اللي هو الدولاب، أكيد الدولاب ده هيبقى فين بقى؟ الدولاب ده هيبقى اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو رقم 8 ده، تمام، هيبقى هو الوردروب. وكده يبقى خدنا كل الحاجتين اللي ايه اللي في الصور. هنا بقى بيقول لي اسمع تاني، يعني هو كان فيه المفروض نص استماع احنا نسمعه ونجاوب عليه، بس طبعا احنا مش معانا الكتاب التاني عشان نسمع نص الاستماع، بس بنجتهد. فهنا بيقول لي هاو داز ذا بوي ريد ان بيد، هاو ازاي الولد بيقرا. مش هنقدر نجاوبهم دول علشان ما فيش نص الاستماع. هو مجاوب الاولى، يقول لي بيقول لي ازاي الواد بيقرا في السرير، بيقول لي معاه لمبه في البوك شيلف على المكتبه. طب وات داز ذا كيرتنز ماتش، الستاير، ستاير ممكن بتمشي بايه؟ بالضوء طبعا. فاحنا كده كده هنسيبهم علشان دي فيها نص استماع ونص الاستماع مش موجود، تمام. بس قبل ما نخلص نخلي بالنا من الحاجات دي، behind اللي هي خلف، الحاجات دي بتاعت ابتدائي على فكرة، behind خلفة، in front of يعني أمامة، next to يعني بجوار، opposite يعني مقابل، on فوق، under تحت، in في. الدرس السادس بيقول لي read dear، حد بعت لحد مسج، read the email، اقرأ الايميل ده. why does Judy، ليه جودي بقى وانت ابن فريند، عايزة صديق. يبقى اللي بعتها الايميل اسمها جودي، وبعتها طبعا لمين؟ لبنت اسمها ريبي. فبتقول لها فيه It's very nice to meet you، ده تعبير يقال عند مقابلة شخص لأول مرة، يعني حد أنا معرفوش، هقول له مثلا It's very nice to meet you، يعني أنا مبسوط إن أنا قابلتك، أو أنا فرحان إن أنا إيه قابلتك. My name is Judy، اسمي جودي، I am from فيوم، أنا من الفيوم، دي في مصر. It's a large city، مدينة كبيرة، بيرجع لي كلمة large تاني. Beautiful، جميلة. Natural reserves، فيها حاجات طبيعية جميلة يعني. بعدين nearby، مجاورة ليها. I live with my parents، أنا عايش مع والدي. And my brother، وأخويا. In a flat، يبقى كده هم أربعة، هي وأخوها وأبوها وأمها. My grandparents، أجدادي عايشين. In a flat، في شقة. Downstairs يعني تحت الإيه، تحت السلالم، في أوضة تحت السلالم. بعدين بيقول لي on Saturdays، في أيام السبت. I usually get up early، دايما بصحى بدري. And help، وبساعد بقى مين؟ get up early and help my grandmother، وبتساعد جدتها. with her shopping، في التسوق. then I read or do my homework، بقرأ بقى وأعمل الواجب بتاعي. in the afternoons، في أوقات المساء. I visit، بزور my friends or play computer games، يا إما أزور أصحابي يا إما ألعب ألعاب الإيه؟ ألعاب الكمبيوتر. بعدين بتقول my favorite subject، المادة المفضلة، بتلعب مع أخوها طبعا. my favorite subject، المادة المفضلة بتاعتها are math، English، بتحب الرياضة وبتحب الإنجليزي. فبعدين بتقول in the afternoons، في أوقات المساء بقى. I visit my friends، ماشي خلاص. بين فريند، بتقول إن هي بتحب الرياضة والإنجليزي. thank you for being my بين فريند، شكرا لإنك إيه صاحبتيني، بتقول لصاحبتها كده يعني. I am happy، أنا سعيدة. to be able to practice my English، أنا فرحان إن أنا بتكلم إنجليزي معاكي. I hope to hear from you، أتمنى إن أنا أتلقى رسالة منكي ترد عليا يعني. وكتبت اسمها إيه؟ جودي. دي كان حوار الدرس السادس يعني، اللي هو مش مفهوش حاجات كتيرة. How does Judy describe، ازاي وصفت شقتها، عايزنا اوصف، اسئلة يعني سهلة. Where do her grandparents live، بيقول لي هنا بقى هم عايشين فين اجدادها. طبعا هنقول in a flat downstairs، لو ما تيجي تجاوب دي يبقى هنقول in a flat، في شقة. downstairs، في اوضة تحت السلم، او في شقة ايه تحت السلم. stairs، ماشي. بعدين what does she do، بتعمل ايه في ايام السبت طبعا. morning، في وقت الصباح يعني، بتعمل ايه. لو رجعنا للنص هنا هنكتب دي بالظبط، هنقول له she بقى
اهو اون ساترديز هنقول شي يوجوالي جيتس اب ايرلي بتصحى بدري اند هيلب هير جراند ماذر ويز هير شوبينج. تمام. بعدين السؤال اللي بعد كده وات داز شي بلاي كمبيوتر جيمز ويز، بتلعب الكمبيوتر جيمز مع مين؟ طبعا مع براذر، قلنا بتلعب مع اخوها يبقى هنكتب هنا براذر. تمام. وات داز شي لايك ستادينج ات سكول، بتحب بقى الايه الانجليش وكمان الماس اللي هي الرياضه. تمام. طيب ده كانت الوحده من كتاب الطالب. بالتوفيق للجميع. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.